طيب عناوين اكيد كلها مهمه ومهمه قوي قوي كمان ان احنا نتكلم عليها بشكل مهم، لكن في الحقيقه صوره عايز اوريها لحضراتكم، والصوره دي هتكون بتغني عن اي تعليق. اهي الصوره انت شايفها قدامك، مين ده؟ ده مبارك وكاسو، احد نجوم منتخب غانا ونجم دوبورتيفو الافيز الاسباني. وماله هنا؟ بيعيط ليه؟ عشان منتخب بلاده خرج بضربات الجزاء الترجيحيه امام المنتخب التونسي من دور ال 16، وهو هنا واخد ايه؟ واخد جايزه افضل لاعب في الماتش. تمام، واضح جدا جدا انه متاثر وزعلان على زعل الشعب الغاني. ومنتخب غانا ده منتخب كبير، منتخب غانا منتخب ليه تاريخ كبير جدا جدا في القاره الافريقيه، عنده اربعه على ما اتذكر يعني اربع بطولات امم افريقيا يعني. تمام، صوره بتغني عن اي تعليق، لما تيجي تقارنها كده باللي انت اللي بالي بالك تفكر فيها كده وتبص على الصوره دي كويس، وتبص على الامور اللي حواليك اللي شغلاك دلوقتي انا عارف واللي شغلاكوا كلكوا، هتعرف الفرق عامل ازاي، هتعرف اللعيب. مش عايز اعلق اكتر من كده، الصوره تغني عن اي تعليق. حبيت بس ابتدي بيها حلقه النهارده.